ضياء وهمزه، ضياء وجاي مباشره من امام مركب الامير مولاي عبد الله. معايا شخصيا محمد الشحات، الشقيق الاكبر للاعب النادي الاهلي حسين شحات. كلمه محمد. ان شاء الله بتمنى ان الاعضاء النادي يعمل مباراه كبيره ان شاء الله الرحمن، ومباراه كويسه، واتمنى اكيد لاخويا حسين ان شاء الله يسجل هدف النهارده ربنا يكرمك. يلا وانا جاي كمان اشجع معاكم. انا مستنيك ان شاء الله. يلا حبوا لك. وعاشوا على العالم ده والله العظيم، برافو. صحيح. ان شاء الله. هذا معنا مشجعين من النادي الاهلي. كان معي انا شقيق اللاعب، الله يحفظك، شقيق اللاعب المصري محمد الشحات. غادي ندخلوا معاكم تسيران باش نقلوا لكم اجواء البث مباشره المشاهدين. البطوله شو توقعاتك الماتش اليوم؟ والله الماتش صعب بس ربنا يكرمنا ان شاء الله. ان شاء الله. شوف شاء الله. انا معاكم، انا لابسه العلم المصري الحمد لله، وغنشجع معاكم الاهلي. الله يخليكي، شكرا، وشكرا للشعب المغربي في الماتش اللي فات. صندونا جامد في الجمهور. لا جمهور 100 بس في اعلام ريال مدريد كتير من المغاربه. معلش هو شوف انا بعيدا، بس اهم حاجه القلب. انا بعيدا عن الاعلام وعن الصحافه، انا اليوم معاكم مشجع الاهلي. ان شاء الله باذن الله. الله يخليكم، ربنا يكرمنا ان شاء الله. الاهلي يكسب بكام؟ اتمنى حتى 1-0. 3-0. يلا هات الشجع الاهلي. ها هما مغاربه غير يشجعوا الاهلي. ديما اهلي، ديما اهلي، كيقول لك ديما اهلي. ديما اهلي، ديما وداد، ديما رقا. يلا ثالثه شمال، ثالثه شمال بتهد جبال. ديما اهلي، ديما اهلي، جايين باعلى صوت بنشجع الابطال. الله الله، فريق كبير، فريق عظيم، ادي له عمري وقلبي اهلي. نتمنى لكم الفوز ان شاء الله. ديما اهلي، ديما اهلي، ديما اهلي، ديما اهلي. خدنا المصريين، ديما اهلي، خدنا العرب، استاهلوا ديما رياض. محمد رودريغيز ولا ميسي؟ محمد لعب.